يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي أرض لها سنوات وأنوي بيعها في المستقبل ولكن لم أعرضها الآن للبيع، فهل فيها زكاة؟ الكلام على النية ما هي على العرض، الكلام على النية. إذا نويتها للبيع فهي تجارية من عروض التجارة، فتزكيها عن كل سنة تمر عليها لأن تثمنها بما تساوي قليلا أو كثيرا تزكيها. نعم.